بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أعزائنا الطلاب، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية للصف الرابع. عنوان الدرس: عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، تفسير سورة الضحى، الجزء الثاني. أعزائنا الطلاب، وبعد أن تعرفنا عنوان الدرس، تعالوا بنا نتعرف الأهداف، حيث يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يفسر الآيات الكريمة من سورة الضحى تفسيرا إجماليا، ثم يوضح الدروس المستفادة من آيات سورة الضحى بشكل صحيح. أعزائنا الطلاب، وقبل أن نبدأ بأهداف الدرس، تعالوا بنا نراجع ما قد كان في الجزء الأول ونطرح هذا السؤال: ما سبب نزول سورة الضحى؟ أحسنت. سبب النزول هو تأخر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم وسخر المشركون منه، فأنزل الله تعالى سورة الضحى ليطيب خاطره ويذهب عنه الحزن. بارك الله فيك. أعزائنا الطلاب، تعالوا بنا نتعرف محاور سورة الضحى، حيث أن لسورة الضحى أربع محاور. المحور الأول هو قسم الله تعالى بمخلوقاته، والمحور الثاني بشائر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، المحور الثالث فضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، والمحور الرابع وصايا الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. أعزائنا الطلاب، تعالوا بنا نبدأ بالهدف الأول، وهو أن يفسر الطالب الآيات الكريمة من سورة الضحى تفسيرا إجماليا. أولا، بماذا أقسم الله تعالى في أول السورة الكريمة؟ أحسنت. أقسم الله تعالى بالضحى وطلوعه على العالم. أحسنت. أقسم الله تعالى بالليل إذا أقبل بظلامه. بارك الله فيك. عزيزي الطالب، اقرأ لنا السؤال الذي أمامك. أحسنت. ما البشائر التي ذكرها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في السورة الكريمة؟ قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ما معنى هذه الآية؟ ما هي البشارة التي ذكرها الله تعالى فيها؟ أحسنت. أي ما أبغضك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما أحبك، بل هو ما يزال يحبك ويقربك. تأمل الآية التالية: وللآخرة خير لك من الأولى. ما هي البشارة التي في الآية؟ أحسنت. أن الفردوس الأعلى في الآخرة هي خير لك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا، لأن فيها السرور والنعيم. وفي الآية الثالثة قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما هي البشارة؟ أحسنت. أن الله تعالى سيعطيك من أنواع النعيم ما يرضيك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم جميعا. أعزائنا الطلاب، من يقرأ لنا السؤال التالي؟ تفضل. أحسنت. بماذا تفضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم كما ذكرته السورة الكريمة؟ تأمل الآيات التالية:
لتصل إلى الجواب. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. أحسنت. أما وجدك يتيما قبل النبوة فرعاك وأكرمك. أحسنت. والآية الثانية. أحسنت. ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك. والآية الثالثة. أحسنت. ووجدك فقيرا فرزقك وقنعك بما أعطاك من النعم. بارك الله فيكم. عزيزي الطالب، اقرأ لي السؤال الذي أمامك. أحسنت. بماذا أوصى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في السورة الكريمة؟ تأمل الآيات الكريمة التالية لتصل إلى الجواب. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. أحسنت. أي لا تسئ معاملة اليتيم، بل ارحمه وساعده، وتذكر حالك فقد كنت يتيما في صغرك. وأما السائل فلا تنهر. أحسنت. لا تزجر السائل الذي يطلبك حاجة، وكن في عونه. والآية الثالثة. وأما بنعمة ربك فحدث. أحسنت. تحدث بنعم الله تعالى وأدم الشكر عليها. بارك الله فيكم. عزيز الطالب، وفي ختام الهدف الأول، افتح كتابك المدرسي صفحة 25 لنجيب عن الأسئلة التالية. قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما البشارة التي تحملها هذه الآية الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذكر ما درسناه سابقا. أحسنت. أن الله تعالى سيعطيه من أنواع النعيم ما يرضيه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. استنتج من الآيات النعم التي أنعم الله تعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. تذكر ما قد درسناه سابقا. أحسنت. رعاه في صغره لما كان يتيما، علمه الإيمان والقرآن، رزقه وقنعه بما رزقه بعدما كان فقيرا. أحسنت. بارك الله فيك. حقا أنت طالب متميز. عزيز الطالب، من يقرأ لنا السؤال التالي؟ تفضل. أحسنت. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. استنبط من الآيات الوصايا والتوجيهات الواردة فيها. تذكر ما قد درسناه. أحسنت. أولا: لا تسئ معاملة اليتيم، بل ارحمه وساعده، وتذكر حالك فقد كنت يتيما في صغرك. بارك الله فيك. أي لا تزجر السائل الذي يطلبك حاجة، وكن في عونه. إجابة موفقة. تحدث بنعم الله تعالى وأدم الشكر عليها بالقول والفعل. بارك الله فيكم. عزيز الطالب، تعال بنا نبدأ بالهدف الثاني، وهو أن يوضح الطالب الدروس المستفادة من آيات سورة الضحى بشكل صحيح.
من يقرأ لنا السؤال التالي؟ تفضل. أحسنت. ما الدروس المستفادة من سورة الضحى؟ أحسنت. المكانة العظيمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. الله تعالى يحمي عباده المؤمنين ويرعاهم. إجابة متميزة. مساعدة المحتاجين واليتامى بالرحمة والعطاء. أحسنت. شكر الله تعالى على نعمه بالقول والفعل. أحسنتم وأجدتم. بارك الله فيكم. عزيزي الطالب، افتح كتابك المدرسي صفحة 26 وأجب عن السؤال التالي. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. من الدروس المستفادة من سورة الضحى، انظر إلى البدائل الثلاث وحدد الإجابة الصحيحة. هل هي بيان الحكمة من إخفاء موعد يوم القيامة؟ أم وجوب الإيمان بالرسل والأنبياء؟ أم شكر نعم الله تعالى بالقول والفعل؟ أحسنت. إجابة ممتازة. إذن البديل الثالث هو الصواب. بارك الله فيك. عزيزي الطالب، تعال بنا نلخص ما تعلمناه من سورة الضحى. فقد أقسم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، فأقسم بالضحى وطلوعه على العالم، وأقسم تعالى بالليل إذا أقبل بظلامه. عزيزي الطالب، أما بشائر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كانت محبة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعدم تركه وحيدا. أما بشائر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فقد كانت محبة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعدم تركه وحيدا. تفضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعم الكثيرة في الدنيا والآخرة. أيضا الآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا الفانية. أما فضل الله تعالى على نبيه فقد كان كما يلي: رعاية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في صغره لما كان يتيما، هداية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الإيمان والقرآن، وثالثا أنعم الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم الكثيرة بعدما كان فقيرا. أعزائنا الطلاب، أما وصايا الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فقد كانت: لا تسيء معاملة اليتيم بل ساعده وتذكر حالك فقد كنت يتيما في صغرك. لا تزجر السائل الذي يطلبك حاجة وكن في عونه. تذكر نعم الله تعالى عليك وأدم الشكر عليها بالقول والفعل. بارك الله فيكم. أعزائنا الطلاب، وفي الختام أقول لكم شكرا لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم بل وتفاعلكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.